لكم مشاهدينا متابعي قناة أوغريت والقناة المحلية حلقة جديدة من برنامج وين نحن. وين نحن اليوم متواجدين بأحد أهم الشوارع بمحافظة اللاذقية، أوتستراد الثورة، الأوتستراد اللي ببلش من مدخل مدينة اللاذقية وصولا لدوار الأزهري. عمليا العديد من المناطق بخدمها هيدا الدوار، ازدحام كبير ببداية الدوار، فوق عند بوسط الدوار وبنهايته، ازدحام كبير، عجقة، عالم، روحات، جيات، تمشاية، بالإضافة للمناطق اللي بيخدمها طبعا هيدا الأوتستراد. خلونا نعمل جولة نتعرف أكثر على الأهالي، الروحات، الجيات، المشاوير اللي بتصير على هيدا الأوتستراد، الذكريات خاصة طلاب الجامعة. حلقة جديدة من برنامج وين نحن بلشت، خلوكم معنا. مرحبا. لا ضيفني بسكوتة؟ ايه ليش؟ شو ضيفني بسكوتة؟ بالله كلي بالله ساعة بدي انا لا والله خلص 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 باخذ مسألة من هو. يلا تعال تعال احكي كلمتين. شو اسمك انت؟ احمد. احمد شو؟ ماجي. احمد صف شو؟ ثالث. شطور بالمدرسه؟ شو بتعمل انت؟ وين بيتك؟ عن بيتي هنيك بالزحطه. شو بتعمل هون؟ هون عن بيت جاري. عن بيت جيرانك؟ عم تتسلى؟ شو عم تتسلى انت وياه؟ عم نلعب هون بالشارع هون. هلا بتمشى بس بهذا الطريق، واحيانا بلف بروح عند الدوار. حلو حلو. بتتسلي؟ ايه اكيد. شو بيسليكي مثلا؟ اني مع رفقاتي. هيك هون الشارع هيك عريض مثلاً ما بيخوف ما ها؟ لا أكيد لا. لا. شو بدك تصير بس تكبري؟ ممكن تصير طبيبة غدد. غدد شو خطر لك؟ والله ما بعرف، إني بحب أدرس الهرمونات. حلو يعطيك ألف عافية. ملطف. مرحبا. أهلين يا هلا. اسمك أنت؟ شام. شام رفيقتها؟ بنت عمته. كمان صف عاشر؟ كمان من نديم رستا؟ لا متفوقين. أنا هلا هيك اللقاء مشوار. وين رايحين؟ والله تمشاية بس. احكي لي عن أوتستراد الثورة، ساكني هون؟ قريبة. احكي لي عن أوتستراد الثورة، ليش بننزل نتمشى هون؟ شو اللي بيميز لهذا الأوتستراد بالنسبة إليك؟ المنطقة شرحة شوي، يعني إنه ما كتير في بنايات قريبة من بعض وكذا، فإنه حلو. هون مثلا ما نو سوق، يعني ما في محلات تياب لحتى كتير الواحد ينزل يتمشى، بس ما هيك العالم بتحبوا لهيدا الشارع؟ ما بعرف، هو بس هيك يعني منطقة شرحة ويعني الواحد يتمشى فيها. أيوة تمام. شو بدك تصيري بس تكبري يا شام؟ والله إعلامية. ما أنا هعملي معي لقاء. والله لا مو هذا نون الاعلامي. شو بدك تصير اعلامي؟ يعني اعمل برنامجي. اوكي وهذا برنامجي. اوكي يعني شو النوع الاعلام اللي بدك اياه؟ يعني رابع الزيات. قصدك بدك تعملي لقاءات مع ممثلين وفنانين وبدك استوديو، ما بتحب الشارع؟ لا ليه؟ ما بعرف، بحس الناس ما كثير مهتمه بهيك نوع من اللقاءات. الى حد ما يعني قصدك انه بجوز العالم ما كثير تتفاعل معي. ايوه صح. صعب هيك نوع. بالفعل صعب كتير هيك، انه دائما بشوف عالم ما بيهمنوا لقاءات معي. يسلموا شام لانك عملتي معي لقاء. بدك تعملي معي لقاء بس تصيري اعلاميه ان شاء الله. ماشي يسلم. شكرا باي. مرحبا. مرحبا. اهلا. طالعين رياضه؟ اي والله. هون أوتستراد الثورة؟ ايوه. كنا أوتستراد الثورة شوي. ايش اخترنا نطلع على رياضه طيب؟ البيت على الأستراد هون، وبهالأعمار هاي بتصير الرياضة يعني نوع من غذاء روح يعني وغذاء جسد يعني. وطالعين اثنين مع بعض بتصفي كمان روح أخرى يعني. روح أخرى يعني وشي صحي يعني. صحيح. على أستراد الثورة مثلا ليش اخترنا مثلا؟ قريب من البيت لأنه احنا ساكنين على أستراد الثورة، ومساحة وهيك ما في طلعات نزلات كذا مستوي يعني. هون نحن على أوتستراد الثورة، خلينا نحكي شوي عن هيدي المنطقة. شو اللي بيميزها؟ إطلالتها، جمالها. كل حدا بيحب منطقة لشيء معين مثلا، شو أكثر شيء بتميز فيها؟ عايشين من الطفولة هون. احكي لنا عن كيف كان شكلها لأوتستراد الثورة من قبل؟ ما كان في أوتستراد، كان حارتنا عادية في طريق ترابي. حتى هذا البناء كله ما كان موجود. لا 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 كان البناء، كان بناء يعني من عند الدوار حتى هون، كان هذا كرم زيتون وكرومي، كان في قيادة القوى البحرية بس كنا نروح على الجامعة فنمشي بكروم الزيتون على حد الصبر فنوصل على المكان الجامعة، كان قلنا احنا عاصرناها السنة للجامعة هون، كان جامعتنا تحت عند المشفى الوطني، بس الحي كحي طبعا هو مثل كل أحياء المدينة، هذول لما نزلوا بالخمسينات يعني أهالي الريف نزلوا يشتغلوا
سكنوا على أطراف المدن، فهو خليط يعني بالأخير، خليط من كل القرى، من كل الأطياف، خليط جميل يعني، بس كل واحد بيحاول يبرز هاي الأحياء. أنا هيك برأيي. ثقافي تبعه. ثقافي تبعه وقيمه وأخلاقه وكرمه، الشيء اللي فيه البيئة الطالع منه. فأنا وأنا ولدان بهذا البيت اللي ساكنه. حلو. أنا ولدان بالبيت اللي ساكنه، فأنا بعرف الحي بشكل ممتاز. يعني في هذا الروح اللي نحن افتقدناها بحياة العولمة والمدينة. بحياة العولمة والتكنولوجيا، احكي لنا عن هي الفكرة، أنا كثير بهمني هي الفكرة. هاي الفكرة، هدول الناس الطيبين المنتجين العايشين على تعبين وعايشين من كدين وعايشين، هدول مع بعض بتكون آمالهم تقريبا واحدة، أحلامهم واحدة، بحبوا بعض، طيوبين، ما بيتمنوا الأذية للآخرين. بعدين الخير إسا من أيام الريف مزروع فيين، يعني بتحسين لهدون يعني معلش فيتك تشيلوه هاي ما خربوا لسه، بتحسين لسه ما خربوا لساتن على حبتن. يعني أنا مهندس تقاعدت السنة الماضية. شو حضرتك؟ مهندس زراعي. شرفنا. الله يخليك. العلاقات الاجتماعية كيف كانت بالحي من قبل؟ كان بيت واحد، كانت الناس إذا حدا طبخ أكلي الحارة كلها بدها تاكل منها، إذا حدا مرض أنا بتذكر هي يروح ينام بالمشفى، يجوا الآخرين يناموا بالبيت، إذا حدا سافر أو كذا، حدا احتاج مصاري كان الجار يعطيه مصاري يقول له ما تقول لحدا، يعني هلا بده يكتب عليك إمبيالي. تروحي بأي وقت، ما في لا تليفون ولا كذا ولا كل هالقضايا ما كانت موجودة، أي ما خطر عبالنا مش نشرب فنجان قهوة عن جارتنا مش نشرب لليوم يعني. لليوم هلا هالظروف يعني. أما حياة المدن شوي تبرجزت يعني بصريح العبارة، وصارت هذا الأتيكيت اللي ما بيشبهنا يعني. ما بيشبهنا، لا هذا خارج عن قيمنا وعن بيئتنا وعن عاداتنا، وهو على كل يعني الواقع الاقتصادي بالأخير بده يفرس قوانينه يعني. شوفكم هون بالزراعة، شو اللي بميزة للزراعة؟ كل شيء حلو فيها. ساكنين هون؟ لا. وين؟ بانياس. عم تروحوا بتجي على اللاذقية ولا كيف؟ آخذ سكن بالجامعة. شو عم تدرسي حضرتك؟ أحصاء. احكي لي عن الزراعة، ذكريات الجامعة، دائما حي الزراعة بضل ببال الطلاب الجامعة حتى بعد ما يخلصوا الجامعة. صح، بس السؤال هي لي أول سنة هون. بس كتير حلو، رفقات وتعارف وناس وكتير قصص حلوة وكتير شغلات حلوة بتصير هون. حكا إن لتاكيا. شو اللي بميزه لهيدا الحي؟ هلأ أنا ساكنة هون. كم سنة؟ من 14 سنة. احكي لي عن الزراعة، معناها طالما الواحد ساكن فيه دائما إلى خصوصية. هلا هي حلوة بس عجقة زيادة، وحلوة أنا بحبها، فيها كل تسوق، فيها كل شيء موجود يعني، فيها شو ما بدك موجود هون، وحلوة الزراعة وأمان ورواء، حلوة. العالم تجي على الزراعة من شان العجقة، بس هاي الحي يمكن بيعانوا شوي من العجقة. إيه، خاصة من الكافتريات، بيعانوا من الكافتريات. أصلا بالليل؟ العجقة. كتير بعد الساعة 8 أكتر شي عجقة. كيف الله يعافيك. هالحلوة شو اسمها؟ نايا. مرحبا نايا. ليلى أحلى. شو اللون اللي لابستي بتعرفي؟ الليلة شو؟ شو اللون؟ شو اللون؟ زهري. مين جاب لك هاللون الحلو؟ ماما. ماما؟ شو بقول للماما؟ بقول لها يسلموا. مرحبا، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. عم نشوفكم هون بالزراعه. صوت تمام. شو اللي مميز هون الحي؟ انا ما وانا كمان ما ليه؟ بس ليش بتجي على الزراعه؟ ما بعرف يعني شو، ما بعرف شو السؤال. ليش بتجي على الزراعه؟ ليش الواحد ممكن يختار الزراعه؟ ما بعرف، بحسها احسن منطقه يعني هون بالمناطق الموجوده اللي فيها يعني كل شيء مستلزمات موجوده فيها. مرحبا، كيفك خالته؟ الحمد لله. شايفينك عم تتمشي هون رياضه؟ هيك تتسلى شوي. يعطيكي الف عافيه. ساكنه حضرتك هون بالزراعه؟ ايه. من كم سنه؟ والله انا ماني من هون، صار لي 5 سنين بس. من وين جاي حضرتك؟ من الارجنتين. لو سهله شرفتينا. كيفك؟ بس الاساس من هون وكنتي بالارجنتين؟
لا لا لا، أنا خلقاني هنيك وعشت كل حياتي هنيك. وجيتي لهون على اللادية؟ إيه. كيف شفتي اللادية؟ والله كويسة، اللادية كانت أحلى من هون من هلا. ليش جيتي على اللادية بعد كل هالسفر وهالغربة طالما حضرتك أنتي ساكنة؟ لأنه توفوا كل أهلي وبقيت وحدي. جيتي لهون، عيلتك هون؟ هون إيه. عندي أولاد أختي بس. تطلعي تتمشي هون؟ نعم. شو فرق الحياة الاجتماعية هون عن الأرجنتين؟ والله ما بعرف، هنيك غير شيء. كيف كانت الحياة هني؟ كانت كتير كويسة، بس هلأ ما يقولوا إنه الأحوال سيئة كتير بالأرجنتين. بالأرجنتين. شو اللغة اللي بيحكوا فيها بالأرجنتين هني؟ إسباني. الإسباني إيه. طب قولي لنا أهلا وسهلا فيكم بالإسباني. أهلا وسهلا، بينفينيدوس. باي باي أو إلى اللقاء. أديوس. أهلين وسهلا. كيف؟ والله من زعيلك. أهلا وسهلا وشربتونا. عمو شو اسم هذه المنطقة؟ هون الزراعة كلها منطقة الزراعة. كيف الحركة هون؟ والله الحركة يعني منيحة، ما حالة شيء كويسة والله. وبعدين يعني جد يعني كويسة جدا، والحمد لله رب العالمين ما نشتغل والله. أهلي الله بيبعثوا يا محلى. كم سنة حضرتك بتبيع يا نصيب؟ صار لي هلا 42 سنة. 42 سنة بكل شوارع اللاذقية. كل شوارع اللاذقية وبدور قرنة قرنة محل محل. هيك عن شي ذكرى إلك هون بشوارع اللاذقية بالزراعة أو غير محل، هيك شغلة ضلت بذاكرتك؟ والله بالزراعة يعني بيشكرونا مرتين، بعت لها الجائزة وعطانا 25,000 و50,000. الجائزة الكبرى كانت معك قديش كانت قيمتها؟ 50 مليون. 50 مليون. 50 مليون هون بالزراعة. هون بالزراعة هون 60 مليون. والله وحسب نحن شو تشكروك العالم اللي ربحوا؟ اي والله تذكروني واجوا قلنا له شو مبروك، شو ما بتعطونا كم الف ليره؟ قام قال لي يلا ربحناها منك والله وشخر علينا وبدنا نعطيك 25,000. قلت له كثر الله الف خيركم، منيح كويس كثير عادي. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهن جن يا دار. على وين الدرب مودينا وعلى أي شط مرسينا؟ على وين الدرب مودينا على أي شط مرسينا؟ يا بحر خذنا علمينا، خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار. أنا علمت القيادي، أنا علمت القيادي. عجيبات عجيبات مواقف منها شفيت، عجيبات والله. المصاري ما عاد دخلت، والله المصاري يا ابو حيدر ما عاد دخلت. عجيباتي من مشاويرها ولبس التياب. بيو يا بيو يا بيو يا بياها يا بياها.
اليوم حكينا زراعة الزيتون من أشهر الزراعات هون بقرية سطامو، لنتعرف أكثر على الأجواء لأنه الأهالي بقرية سطامو مستمرين بحصاد الموسم. كيف الآلية، كيف الجمعات، كيف اللمات، رح نتعرف أكثر على هيدي القصص هون. يعطيك العافية، مرحبا. نتعرف عليك، شو اسمك؟ رغد عباس. عم نشوفك بالرغم من أنك قديه عمرك؟ 17 سنة. ماشي، بكالوريا تقريبا ولا 11؟ لا، بكالوريا. علمي ولا ادبي؟ علمي. عم نشوفك هون عم بتساعد اهلك يمكن بقطاف الزيتون، نحكي عن هالاجواء، نحكي عن اجواء قطاف الزيتون. اجواء كيسي وحلوه، انه نجمع كلنا ونتسلى ونصير نقطف الزيتون وهيك. هون شو انواع الزيتون هون؟ في درمله وصفيرونه وهيك. هون هيك بتنبسط بلا صعب عليك قطاف الزيتون؟ عادي تسلاي. مرحبا، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. هلا نحن عم نشوفك بقلب حجره الزيتون، كيف طلعتي لفوق؟ طلعت عليها عادي، فيني اطلع عليها، ما بلاقي في صعوبه بالطلعه. لا ما بخاف، لا والله بالعكس، بحس فيها متعة يعني بالطلعة على الشجرة. اي والله بحس فيها يعني فيها متعة، بلاقية للطلعة عليها طيب كتير هيك. يمكن اللي بيطلع على الشجرة ما بيحب يقطف من تحت. على الأغلب أكتريته هيك. عالم بتحب تقطف من تحت الشجرة وعالم بتحب تطلع. صحيح مظبوط. أنا والله بحب شغلة على الشجرة، بحب الشغل عليها كتير. أكيد. لا والله عادي، تعودت. تعودت عليها. صار صار لي بيجي والله 4-5 سنين ما قليك بطلع عليها. اول مره طلعت فيها على الشجره، ما قصدي اول مره مبلاقي. اول مره يعني شفت فيها صعوبه شوي وبعدين تعودت. تعودت يعني اول مره بشوف فيها صعوبه شوي وبعدين تعودت عادي. دائما يوميا. اي ساعة بنبلش قطاف زيتون؟ هي 7:30، بنفيق 7:30، بنشرب شاي بالبيت وبعدها بنلبس ثيابنا وبنجي على الشغل. بنشتغل شي للظهر، بعدها بروح على البيت بجيب زوادي، اكل، فطور، بنفطر، بنشرب شاي، بنرتاح شوي شي نص ساعة الظهر وبرد بنقوم على الشغل. اي ساعة؟ شي للخمسة. ثانية كنت. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. طبعا نحن مستمرين بجولتنا، مرحبا حلو، مرحبا. فك. شو اسمك؟ حيدر عباس. حيدر، عم تساعدهم لاهلك ولا عم تعذبهم؟ عم ساعدهم. بدي نسال الماما هلا. طب شو انت؟ طب خامس. طب خامس؟ ليش خايف؟ كيف عم تشتغل انت؟ شو عم تعمل؟ شو مهمتك انت؟ بساعد اهلي. كيف بتقطف؟ ورجينا. هيدا الشارع بيتميز انه معظم المحلات من اسماء اغاني للسيدة فيروز، شو الخصوصية هيدا الشارع؟ ذكريات لفيروز. دائما كل المحلات بتحط نفس الاغاني لفيروز صبح ومساء. تمام. طبعا بمناسبة الذكرى 87 لعيد ميلاد السيدة فيروز، شو بتحب تقولي له؟ بنقول له منيح اللي خلقنا وسمعنا صوتك بهذا الجيل. طبعا والله ليكي انا كثير من معجبينها يعني جدا، وبتمنى صح لي فرصة اني اشوفها، بس اكيد يمكن صعبة، بس معلش الواحد بضل هيك. ايه شو بقلها؟ والله يعني عشان على اغانيها، الاغاني اللي بتغنيهم، الاحاسيس اللي بتنقلنا اياهم، يمكن بالغنى هي بتعبر اكثر من انه الواحد يحكي. ف ان شاء الله هيك يعني نطول بعمرها اكثر واكثر. اكثر اغنية قلتي لنا حبيتك، انا بتحبي تسمعيها بالصبح ولا مساء؟ هلا هي ما إلها وقت تنسمع دائما، بس انا دائما اني بفضل اما انه اول الصبح او اخر الليل هيك. بتغني لنا، بتسمعينا مقطع؟
بس بعد ما بينعرض؟ إذا قررتي بعد ما غنيتي، إذا ما بينعرض ما بينعرض، تكرم عينك، أنت غني، إذا عجبك بنعرضه، ما عجبك ما بنعرضه، تفضلي. حبيتك بالصيف؟ حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتي، نطرتك بالصيف، نطرتك بالشتي، وعيونك الصيف وعيوني الشتي، ملقانا يا حبيبي. خلف الصيف وخلف الشتي. عمو فيروز جزء من ذاكرتنا. فيروز تاج على كل الفنانين، نتمنى الله يطول بعمره، نتمناها نشوفها بدار الأوبرا تحقيق الحفل الرائع، لأنه تتربى يعني ولادتها بسوريا وتضل تاج بسوريا، مع أنه المحطات اللبنانية كتير أهملوها. سوريا هي اعترفت بلسانها، يعني انطلاقتها كانت من إذاعة دمشق. كنا عن ذكرياتك مع فيروز الصبح. فيروز الصبح أنا حضران مهرجان بمعرض دمشق الدولي ب76، من كتر محبتي إلى رجعت على سيارته وأجا وشي بوشي بالسيارة، يعني كتير متعلقين فيها، كل الشعب السوري متعلق فيروز. شو أكتر أغنية بتحب لها إياها؟ تبقى ميت تبقى سأل. سمعنا صلى على النبي. اللهم صل على النبي. سمعنا. تبقى ميل تبقى سأل مثل الأول ضل سأل، الله لا يشغل لك بال، ودي لي منه مرسال، سأل سأل. أنا ما بدي تجي وتقول اعذريني مشغول، لفت من بعيد بتكفيني وقلبي إلك على طول. حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتي، كيفك انت؟ كثير من الاغاني نحن ربينا عليها. طبعا للامانه انا ما فيني اقرر بالنسبه لي اكثر اغنيه بحبها لفيروز، وفي شغله بفيروز انه دائما كل ما سمعت اغنيه لها بتحس احساس جديد. احيانا بتكون عم تسمع اغنيه بتندمج مع الموسيقى وبتنسى. فيروز عندها قدره على انها تنقلك على جو ثاني، تنقلك على محل ثاني، لحتى تخليك تنسى تسمع الكلمات، وفجاه وقت بترجع تسمع كلمة بتقول أنا كأني ما سمعانا لهالغنية. بالفعل كل ما سمعت أغنية لفيروز بتكون كأنك أول مرة عم تسمعها، لهيك أنا ما فيني قرر أنا إيمتى بحب اسمعها، الصبح ولا ظهر ولا مساء، بحب اسمعها بكل الأوقات. ما فيني قرر الأغنية اللي أنا بحبها، دائما فيروز الأغنية اللي أنا بحبها هي الأغنية اللي بتكون عم اسمعها. طبعا يا رب إن شاء الله كل أيامك سعادة مثل السعادة اللي بتحطيها بقلبنا لما نحن بنسمع أغانيك. مثل ما قالوا كتار، منيح اللي قدرنا أو منيح اللي إجينا نحن بجيل فينا سمعنا صوتك، فينا سمعنا هيدا الإحساس ونقلتينا بهي الأغاني وبهي الأحاسيس على مكان تاني، مكان كتير بعيد، مكان بيذكرنا بس بالحب، بس بالحب. دائما لما بنسمع فيروز بننتقل على الحب، الحب وبس. منا من برنامج وين نحن، من كادر برنامج وين نحن، بنقول لك كل عام وانت بألف خير. ان شاء الله يا رب كل سنة بتضلي بالنسبة لنا جارة القمر. شكرا فيروز، شكراً فيروز على الجمال اللي شفناه من خلال عيونك وسمعناه من خلال صوتك. شكراً لأنك علمتينا كيف منحب أمهاتنا وأبنائنا وأوطاننا ونعتز بتاريخنا، صارت عواصمنا ومدننا هامات بالطاول السحاب. في قلبي وفي الكتب شكرا لأنك رافقتي طفولتنا ومراهقتنا وتركتي شي من روحك يرافقنا بحياتنا لنصير بعدها جديرين بإنسانيتنا. شكرا فيروز، منحبك كتير.
الاجواء هون بالرغم؟ عجيب، انا متوقعين هيك، انا جاي من الويده وجاي لهوني خصوصا للعم ابو جورج جاي لعنده زياره. كيف شكل الاجواء هون؟ والله تمام. عندك من حمص جاي؟ من حمص. كيف اجواء الاحتفالات بحمص؟ منيحك ماني ممتاز يعني. انا جيت من الصبح يعني لعنده. اهلا بيك. اجواء هون ولا بحمص؟ والله هون كويس وبحمص كويس، كلها كويسه، عيد الميلاد هون كان كويس. ان شاء الله يا رب كل عام وانت بألف ميلاد مجيد. الله يحفظك. كلمه منك بمناسبه عيد الميلاد وراس السنه. والله بنتمنى لسوريا النجاح وهالازمه اللي مرين فيها، بتعرفي هالشغله الصعبه، وان شاء الله خير، ان شاء الله جاي الايام ان شاء الله لا احسن ان شاء الله. مرحبا يا عم. اهلا حبيبي. عم نشوف الاجواء بالرغم من كل شيء، ظرف صعب، غلا، جميل الطقس هلا هون مليح الحمد لله وكويس، ومع عيدين احسن عيد ان شاء الله، بس الوضع بتعرفي يعني صعب لكل بشكل عام لكل السوريين صعب. والكلبة شو اسمها؟ نارا. انتي بختارتي لها الاسم؟ اي. ليش بتحبي لهيدا الاسم؟ اي. وانتي صف شو يا سما؟ انا صف رابع. صف رابع، برافو. سما كيف شايفة هون اجواء الاحتفالات؟ شايفتها كتير حلوة. مبسوطة فيها؟ كتير. شو امنياتك انتي بهيدي السنة؟ انه تكون سنة حلوة للكل وكل عام وانتي انتي بألف خير يا سما. كل عام وانتي بخير. مرحبا. هلا. يعطيك الف عافية. الله يسلمك، تسلمي، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله سنة حلوة على الكل وعلى البلد وعلى الناس، وكل عام وجيشنا بخير وجيشنا الشريف الجميل ورئيسنا بخير، وان شاء الله النصر للبلد، وان شاء الله تضل الفرح عمران بالبلد يا رب. كيف عم نشوف اجواء الاحتفالات هون؟ حلو حلو، مليان حب، يعني احلى شيء انه مليان حب، يعني الناس عم تعمل جو حب، عم تعمل جو عيد، عم تعمل جو سلام. شوفي الناس حلوة من كل الناس، يعني هي هي سوريا الحلوة. كل وحامل بالون صغير بالون كبير، كل الناس حابة بعضها، سما حلوة، نارة حلوة، الأولاد كلهم حلوين لابسين حلو، وانت يا الله يخلي لياك رغم كل الصعوبات ورغم الغلا والحاله الصعبه للكل، الناس لساتها حلوه وبتحب بعضها وعم تخلق حاله من الجمال، يعني تستاهل البلد، تستاهل اللاذقيه، اللاذقيه حلوه كثير، حلوه بناسها باهلها. الله يا رب السنه كمان بتحمل كل شيء حكيتي انت. ان شاء الله تكون سنه حلوه على الكل، وكل واحد عنده امنيه تتحقق يا رب. الله يا رب ان شاء الله كل قلب وانتم بخير يا رب. مرحبا حلوه، كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ شام. شام، شو هالاسماء الحلوه، سما وشام. شام قولي لي كلمه بمناسبه هيدا، بتعرفي نحن شو اسم هيدا العيد؟ ما بتعرفي؟ طب شو عم تعملي انت هون بالامريكان؟ تعالي شوي لعند عمك. شو عم تعملي هلا؟ بفرح. عم تفرحي؟ ان شاء الله يا رب بتضلي فرحانه يا قلبي، كل عام وانت بخير. تمام. حتى بنكون حافظ غنيه هيك بمناسبه عيد الميلاد؟ هنكون حافظين، شو بدكم تقولوا لي كلمة؟ كل عام وانتم بخير. انتي بألم؟ انتي كل عام وانتي بخير. وانتي بألم؟